كثيره كتخلط فيها اليوم من اجل مواصله المطالب، من اجل تفعيل ما هو منصوص عليه في القوانين اللي جاربه على المستوى الوطني بالنسبه للشغيله وبالنسبه للمهني عامه. واليوم حنا كنخلدوا هذه الذكرى في واحد الجو اللي هو كنقولوا مشحون بواحد العباره اللي هي بسيطه، على اساس بان الحوار الاجتماعي مع الحكومه لم يتوصل الى المبتغى اللي هو كطالب به النقابات على المستوى بصفه عامه، وهذا كيكرس المجهودات ديال الشغيله والمهني بصفه عامه. لا حنا بالنسبه لنا كلجان عماليه بالحس ديالنا النضالي وبالحس ديالنا كندعو الحكومه، لا هاد لان هذه الحكومه هي امتداد الحكومه التي سبقتها، ندعوها الى تحمل مسؤوليتها واخذ العبره واخذ الدرس وتقديم اجوبه مقنعه تبرز حسن نيتها في تحسين الاوضاع الاجتماعيه واقرار نوع من العداله. حنا كذلك كنقولوا لهذه الحكومه خاصها تفتح الحوار، في حوار جاد ماشي حوار شكلي، حوار موسمي، حوار جاد لحل المشاكل. فيما يخص القضية الوطنية، احنا ندعم القضية الوطنية اللي هي قضيتنا الأولى اللي هي قضية الوحدة الترابية، وندعم كافة المجهودات المبذولة من أجل حل هذا النزاع، ولكن في نفس الوقت كنحملوا المسؤولية للحكومة، لأن احنا كنضامنوا تضامن مطلق ولا مشروط مع كل تظاهرة، مع كل حراك اجتماعي سلمي يتظاهر من أجل مطالبة مختلف حقوقه. فاتح ماي هو أكبر من احتفال عمالي فقط، ولكن هو يا فرصة لكل الغيورين الوطنيين لمساءلة ما مدى تحقق شعارات الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لأنه على مر التاريخ وفي كل الشعوب الديمقراطية كانت الطبقة العاملة هي اللي على رأس الحربة ديال تحقيق مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. لكن هذه السنة فاتح ماي 2018 عنده خصوصية استثنائية للمغرب، لأنه جاء بعد الاستفزازات اللي عرفتها الوحدة الوطنية والتربة ديالنا في الأقاليم الجنوبية، اللي بالمناسبة نندد بكل السلوكات الاستفزازية التي تقوم بها جماعة البوليزاريو ومن يدعمها، ونجدد الدعم ديالنا لكل الخطوات اللي اتخذها المغرب، الخطوات الرسمية والشعبية والسياسية من أجل الذود عن الوحدة الوطنية. فهذا هو بشكل أساسي الخصوصية الأساسية على المستوى الوطني. ولكن على المستوى الثاني هو أنه كان هناك حوار اجتماعي لم يتم التوصل فيه إلى حدود ساعة لأي نتيجة ما بين الحكومة والنقابات، ولكن المهم فيه أنه لم يقفل، أنه الحوار مستمر. الحكومة الآن أعلنت على أنها رغم أنها لم تتوصل الحوار مع النقابات ستعمل على الزيادة في التعويضات العائلية والزيادة للسلالم الدنيا من سلم 10 وما أدنى. نتمنى من كل قلبنا أنه تكون حوار جاد ومسؤول، وتكون فيه كل الاطراف خصوصا الدوله ما كتمثلها الحكومه، النقابات، وكذلك الباترونه اللي كتمثلها السجيم، لانه القطاع الخاص الا كان القطاع العمومي سهل فيه التفاوض مع الحكومه والاستجابه، فالقطاع الخاص فيه تحديات كبيره جدا، خصوصا تحدي الحريه النقابيه. لا يعقل باننا في 2018 لا زلنا نسمع على ان هناك باترونات تضيق على الحريه النقابيه، ان هناك عمال وبشوات وقياد يرفضون تسليم الوصولات لمكاتب النقابيه. هذا وصمة عار.